بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. وصلنا دلوقتي عند الحلقة رقم 12، وهي خاصة ب run detailing أو إظهار تفاصيل التسليح الخاصة بالبلاطة والكاميرا. قبل ما نعرف الموضوع ده، في نقطة بسيطة ممكن نتكلم عنها، إن احنا لو عايزين نظهر اتكلمنا إن احنا جبنا display وشو بيم ديزاين وصممنا الكاميرا، وقلنا مجرد ما بنمشي عليها بنجيب التسليح العلوي والسفل. طب فرضا احنا عايزين نجيب تفاصيل الكاميرا دي، مجرد بس ما بضغط عليها كليك يمين بيجيب لي شكل الكاميرا وقطعها وخصائصها والمومنت عليها والشير وكل حاجة خاصة بيها والتسليح، وحاجة بتبقى زي نوتة حسابية كاملة بالنسبة للكاميرا انا بختارها. مجرد بس بضغط عليها كليك يمين بيجيب لي تفاصيلها وقطعها. طيب دلوقتي احنا عايزين نعمل التيلينج او تفاصيل، هقوله ديتيلينج بريفرنس واتاكد من الكلام ده، الفوت وانش وانش اوكي بوينت فيت و يو اس اوكي. بعد كده اقوله ديتيلينج سلاب مات رينفورسد فاونديشن، يعني يا اما المات اللي هي اللبشه او السلاب. هظبط الحاجات الخاصه عندي، ممكن اقوله ريبر سيلكشن، اختار اسياخ التسليح بالنسبه للقطر والعدد. اما بالنسبه للاقطار المفضله بالنسبه للعمدان والميدل ستريب بختارها برضو. نفس الكلام بالنسبه للاوبننج، لو عندي فتح زي دي اختار قطر السيخ اللي عندي كام، مجرد ما بنزل من السهم بختار قطر السيخ اللي انا عايزه، اسيبها على الديفولت بتاعها واقول له اوكي. اخش برضو على الديتيلينج والبيم رينفورسمنت، نفس اللي عملته في البلاطه هعمله في الكاميرا، واختار برضو اسياخ التسليح بالنسبه للطولي والبريفيرد، يعني البريفيرد يعني المفضله، واسياخ الكنات القطر بتاعها قد ايه والمينيموم سبيسنج بتاعتها والماكسيموم سبيسنج قد ايه، واقول له اوكي. بعد كده هقول له اساين بيم رينفورسمنت بريفرنس اوكي اوكي بعد كده هخش على عملت كده البريفرنس بتاعت البلاطة وبتاعت الكاميرا. بعد كده هخش على قائمة ران واقول له ران ديتيلينج، يعني اجري عملية الديتيلينج بالنسبة للاوبشن او البريفرنس اللي انا اديتها له. يقوم بعملية الديتيلينج حسب عدد باكيات البلاطة وحسب عدد الكاميرات اللي عندي. دلوقتي هقول له فيو شو ديتيلينج اوكي. سامعها؟ شايفين دي تفاصيل التسليح للبلاطات، شايفينها على شكل اسياخ. طبعا ممكن اعمل زومينج زوم ان كمان. اختار كمان زوم ويندو. طبعا شايفين ده قطر السيخ وده عدد الاسياخ، ودي مسافات الرابطة بينها، ودي الاسياخ اللي بتعدي الكولوم هيد بتغطي المومنت النيجاتيف، وده شكل تسليح الشرائح اللي انا حددتها في اتجاه الاكس والواي. يبقى مجرد ما ادخل قائمة ديتيلينج اقول له شو ديتيلينج واختار السلاب، اخترت نوع السلاب، وبالنسبة للبيم فيو هقول له بيم ريفر تيبل او بيم ريفر سكودول او بيم ريفر بيل اوف كوانتيتيز،
يعني كميات، و drawing cover sheet واوكي. بعد كده نفس القايمة هقول له show detailing general notes show detailing planning form لو رجعنا تاني الباوربوينت بعد ما اظهرنا نتائج عرض التسليح وازاي مرسوم عندي في البلان وممكن اطبع اللوحة دي، هخش دلوقتي على اخر خطوة عندي وهي خطوة ازاي اعمل كالكوليشن شيت او نوتة حسابية كاملة اجمع فيها كل الخطوات اللي انا عملتها في برنامج السي.